السلام عليكم. فكرة الفيديو ازاي تسطب جوجل كروم عن طريق الكروم بوليسي. ده جهاز ويندوز 10 مش متسطب عليه جوجل كروم. على الدومين عندي هنا ملف التسطيب لجوجل ملف دوت ام اس اي، تقدر تعمله داونلود من على جوجل، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هكريت نيو فولدر هسميه باسم الملف اللي انا عايزه، وهاخد الملف دوت ام اس اي اعمل له بيست جواه. هعمل الملف ده شير، البرميشن هخليه ريد، هعمل كوبي للنتورك باص، هكريت جروب بوليسي جديدة وهطبقها على الكمبيوتر اكونت. هتطبق على مستوى الكمبيوتر مش على مستوى اليوزر. هعمل بيست للمسار اللي انا اخدت كوبي، كليك يمين نيو باكج، وهختار ملف ال ام اس ار. لازم اتاكد ان انا بختار الملف من على الشير. هستنى شويه عليها ظهرت قدامي. هعمل جي بي ابديت، واروح على جهاز الكلاينت هعمل برضو جي بي ابديت. هيطبق البوليسي وهيقول ان هو محتاج يعمل ريستارت للجهاز. بدوس من الكيبورد على حرف الواي، وجهاز الكمبيوتر خلال دقيقة هيعمل ريستارت لوحده. شكراً.